السلام عليكم يا جماعة الخير. مقطع مونك ثاني ليش؟ لأن آخر مقطع قلت لكم إذا وصل 200 ألف لايك أبنزل لكم المود اللي وعدتكم فيه، والمقطع وصل فوق. أيوة ارجع لا أعطيك كف على عينك. والمقطع وصل فوق 280 ألف لايك، فلذلك يا جماعة الخير المود اللي بتشوفونه اليوم هو مود جودزيلا وأيضا كينج كونغ. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح 1 2 3 يعني اليوم بتشوفون اتحاد شخصيتين. لا 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 تعالوا مع السلامة. دو 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 لا 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 ما بدي اصبر 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 تعال ابو احمد شوي بس. قبل لا ندخل في المقطع يا جماعة حاب اقول لكم ان في لعبة مجنونة قاعدة توزع فلوس على ناس يلعبونها، والله ودي انا استفيد ودي متابعيني يستفيدون، فاسمعوا الاتي. لعبة تحدي الملوك حرب السلاطين، ايش سوت اللعبة هذه؟ وش اللعبة هذه؟ تعودنا يا اخوان ان الالعاب الاستراتيجية تكون في الصين، لكن المرة هذه واللعبة هذه لعبة بالكامل ادارتها عربية. اللعبة لعبة مخ، تتحالف مع ناس وتتعاون مع ناس، والهدف انك تبني جيوش وتطور منها عشان تحتل قلعات ناس ثانيين وتحط اسمك فوقها. لكن احنا ما بنحط اي اسم. عزيزي وعزيزتي المشاهده، دام ان اللعبه اغلبها عرب و70% منهم في السعوديه، اي قلعه راح تشوفها موجوده عليها S6B او S6B on top هذه معانا. ممتاز. وايضا مسوي لكم على السيرفر الثاني جائزه للمركز الاول في الحرب $500 و2000 دولار للي يفوز بالحرب بين السيرفرات و10000 دولار على حرب العروش. ركزوا معاي، S6B تشوفه تحالف، ناخذ الجائزه نتقاسم بنسبتي بجيب ونسبتكم بجيبكم. ممتاز. ما بيطول عليكم اكثر من كذا، رابط تحميل اللعبه بالوصف او عن طريق الباركود اللي ظاهر امامكم. صوروا الشاشه وحمل اللعبه على طول، ركزوا لي على المملكه السادسه، نبغى نحتلها ونحط برضو S6B فيها. مشاهده ممتعه الباقي المقطع يا جماعه، واعتذر اذا طولت. طلعوا على محمد. بسم الله. رايد معاي. رايد يا الله، يا مره والله انه ضايح بننطرح، والله بننطرح. طيب الان المواطنين ايش يمديهم يسوون؟ يمديهم يا جماعه الخير يعرفون مكاننا عن طريق النووي اذا سووا مهام كثيره ويفجرونه. لازم قدر المستطاع احاول اني اسوي سابوتاج كل شوي عشان ما انطرح. مكان يتحول يا عيال. رايد ضايع والله، رايد ضايع. الجيم هذا مستحيل. الا بس مشكله، جودزيلا اقوى من كينج كونغ، عنده خصائص اقوى. يا ربي يا ربي. في غوريلا، غوريلا اهرب 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 اهرب. يما يا عيال وش فيه؟ شفت لين شفته؟ انا شفت لين يا عيال، يا عيال انا بالكامات قاعد يركض قدام 20 واحد، شلون؟ ما ادري يما يما. أنا دقيقة دقيقة، أنا ببر اثنين براءة، أنا ببري واحد. أنا أيوة أنا طرق، تبروني لازم، تكفون عيال. أنا بري رامي 100%. أنا بري سعد، سعد أبري. أبو سعد ميت. لا سعد ميت. يقول أبري يا شباب. أنا أشك إن أحمد. لحظة لحظة أبى أقول لك. طيب دوري هدوء 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 هدوء. طيب هدوء لحظة. الآن أنا بالكامات شفت سعد جالس يركض وجنبه مي، جنبه صهيب. صهيب تسمعني؟ صهيب ميت. صهيب ميت. صهيب عندي حي يا عيال. يا عيال تكفون اسمعوني، أنا أدري شكيتوا فيني الآن زيادة، بس صهيب عندي حي مسوي اجتماع. شلون ميت ومسوي اجتماع؟ أنا هم ظاهر هم ظاهر على بعض وماتوا اثنين. أتوقع ماتوا في نفس اللحظة. لا يمكن مات في نفس اللحظة. ها إذا كان ماسك الغوريلا وسوى اجتماع يموت. أوكي. هو كان ممسوك صهيب من الغوريلا. اسمع الكلام، اسمع الكلام. أنا عند وين الأدمن
احشروني اليمين قرد القرد ومنه تحت جودزيلا جودزيلا ايوه رامي جنبي ايوه رامي بريق رامي هات تشهد عليه رامي ليه ما تسولف بشهد بشهد والله في النهايه يعني ياسر ياسر ورامي والله يا شباب احمد اذا كان بوستر دائما تصريف كان عند الكاميرات لا كان عند الكاميرات ميوت صدقني انه مع له رايد ولا انا ما افهم شيء والله تخسي يا ميوت اوكي يا عيال اوكي علي سس لكن باقي في امل انا ما ابغاهم يجيبون نووي انا كل اشتاكي عند الكامات احمد وينك تكفى بتحول معاك والله لو بتحول انا واحمد يسوي والله انهم شكلهم لحظة رايد تحول قدامي ولا وشو رايد ثواني مقدح ايوه انا بقول من صار طيب انا بقول ايش صار بس بقول عيال بس خلوا خلوا احمد تمام انا مش فاهم الرياكتر اشتغل تمام حلو ما في الا انا وواحد جنبي اللي هو رايد لا رايد كان جنبي حلو ايوه صلحت الرياكتر اشتغل لقيت فيه ديناصور عملاق وما له قدره اسال الله اني ادخلك الجنه شكرا طيب رايد صار مقدح جاني بدل او واحد ما ادري صراحه ما ادري طيب احمد يوم سويت الريبورت كان الديناصور عندك تشوفه لا دعس قدام عيني وراح طلع على ابر انجن ما ادري من هو من كان ما شفته كنت اصلح الرياكتر انا اصلح الرياكتر اسمع انا اقول لكم شيء رامي كان معي وابو عابد كان فوق على اليمين يصلح يعني هذول 100% مضمونين انا عندي شك بنسبة 90% ان احمد شلون انا يا ياسر 9% انه رايد طيب احمد طيب. انت بقول لك شيء فقدح رايد الاول فقدح رايد الواطن يتكلم هدو بس فقدح رايد انتم يمديكم تتكلمون مين الشخص اللي كان بالرياكتر وطبيعي حبيبي ابو شاي انا جنبك صح ولا لا ايوه بس يمكنك تحولت يمكنك تحولت يب يمكنك تحولت يا رايد انا صراحه ماني واثق فيك ابدا نقول دخلت الرياكتر فجاه قدامي واحد والله ما شفته الزبده انه تحول يوم تحول رحت الابر انجن قاعد ازبن منه قاعد يلحق لي شفت انا ممتاز ممتاز ترى هذا طلع في وجهي انا ورامي في الابر انجن يا عيال مو بنا فقده يا عيال اثقوا فيني الله يرضى عليك انا صوت رايد والله بصوت على رايد يا جماعه انا رايد امانه انت الوحيد اللي مخوفني صراحه احس تسوح فقده طرف وجهنا كان خايف ابو عابد سوى سكيب تذكروا ها لا يا شيخ يا عمري هلا ميوت ثاني واضح والله كنت مضطر اصوت عليه مضطر اصوت عليه ابغى افتكي من ياسر مقروشني مره شوف ياسر يمشي مع ابو عابد فقدح كل بطوده نعطي له نيوك يلا ابو عابد كان يسوي ابلود طفي الكهرب ما بده ابو عابد عليه سس اوكي سوف نسوي مهمه هنا ابو عابد شك فيني ابو عابد بقفل الباب وانفرد معاه عشان يضمني اوكي بسرعه مين واحد منهم يا عيال عندي خطة الدبل كيل عندي خطة بشوف أماكنهم تحول بنطرح اتوقع ان رامي اللي قاعد يكسف رامي انه كان ثابت ابو عابد كان ماسك الكاميرات وفقدح بالنص وياسر كان عندي وقصته عندي معناته رامي اللي مع النووي لازم اطير رامي لازم فقدح معلق
دقيقة دقيقة مين مع النووي؟ مين مع النووي؟ أنا وقسم بالله إني داري يا رامي إن أنت كيف قصفتني ولا شايلك؟ قال لك يا رامي فيش شو اسمه أنا كنت أستنى واحد عندي يتحول ظليتني زابن زابن أول ما شفت خرع عليك خرع عليك والله إنك رجال يا رامي بسم الله رايد مرة ثانية يا ويلي الله لا نبى الحظ الزقيراي يا الحظ الزقيراي بيجي في يومي كيف المهام المهام وين أبغى أشوف المهام يا ربنا مليون الحمد لله مهام كثير يعني وين يمديهم عيال المواطنين يفعلون علي النيوك ويذبحوني إذا تحولت لكن هذا الشيء يسوي مهامهم بسرعة فلازم أحاول قدر المستطاع ساعد أذلف ساعد أذلف 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 الله ياخذ إبليس الشيطان بغيت تتحول هنا رايك تحول تحول ما تحول رايد الله يبليسك يا رايد يا عمار يا عمار يا عيال عمار يا عمار يا عمار تعال يا هاي فقدح في قرد وفي جودزيلا يمكن واحد إيه؟ يمكن ثاني جودزيلا فلا لحظه دقيقه انا ومعلو كنا مع بعض يب فجاه اختفيت احمد انا زبيت انا زبيت يا سيدي فقدح لا تقلبها لا تقلبها يا فقدح طيب هدوء قول وين زبت طيب هدوء انا بقول كلام اول ما تقفل عين الباب جودزيلا القرد راح يمين انا وين طلعت نزلت على كلش ما طلعت فوق عندنا برنج بالزاويه عرفت الزاويه اللي ما تبان اللي ما حد يشوفك فيها اللي فوق الابر انجن اقصى زاويه هذيك ما حد يجيها زبنت فيها خايف شوي اجل 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 رايد سوفكس ابو عابد رايد يا عيال يا اخوان عشان بس ما نجيب العيد ما بنخسر الجيم اصبروا دقيقه الحين عندكم انتوا اللي شفتوه بس قرد باقي جودزيلا لا تنسون هذا اول شيء لا تقعدون ترمون الساس كذا عشوائي لا تضل الحين واحد رايد ابو كلب رايد انت شفت القرد جايك ولا انت شفت طيب وين مكانك رايد؟ شفت القرد جاي من اليسار ما شاف القرد انه هو جودزيلا وين مكانك ها؟ وين مكانك رايد؟ انا عند الكهرباء طلعت من الكهرباء ورحت يا الله انا عند الكهرباء يا كهرباء والله يا رايد انك الكتريك بس والله انك حمار القم القم طيب يا عيال فقدحوا معلو مسكين سراوي البعض لازم أبين لهم إني معاهم مواطن لازم شوي مهمة هنا رايد يا عيال يتحول بأي مكان عبيد وعبد عندي طفي الكهرب يتحول هنا تعال ادخل ادخل ادخلوا ثواني يا ساتر سعد مات طيب سلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ومعلو سوا على الطاوله يا ابو عابد يا احمد انت طيب ممتاز خلينا حبه حبه تمام خلينا حبه نبغى بس حبه عشان التصديم يقهر الواحد وظلم بس ابى اذكركم بشيء اللي صار الراوند الاول انا وانت فقدح ومعلو كنا مع بعض وطلعنا واحد اللي هو القرد اللي هو رايد صح يا سلام صح باقي واحد ثاني اللي هو التنين الجيم كامل حد فيكم شاف ابو عابد
بس ردوا علي. انت انا واثق بالثنين دولي. شوف انا الان تاكدت ما بصوت عليك. لا لا ابو عابد ابو عابد انا ما قلت بصوت عليك تمام. باقي يمدينا انا ما بصوت عليك ابدا ومستحيل اطاوع اي احد فيكم يصوت. يمكن يكون فجاه واحد منكم ذبح ورجع الثاني ما شافه. معلو ما اثق ابدا في تحرياتك. لي ماضي اسود معك فامونقس مستحيل اثق فيها. فعشان نلعب اصول نحط سوسات الان. حط سوس علي انا راضي. انا كمواطن لا لا مستحيل يدبل. مستحيل يدبل جودزيلا. جودزيلا ما بيدبل الا في حال انكم كنتوا كلكم ماسكين سراويل بعض. لكن نقدر عليه ايزي. والنيوك ما بقى لي شيء يا عيال. النيوك بقى لي مهمه واحده واجيبها حرام. انا مواطن 100% ابو عابد ما بظلمك لكن الكسوس ما شفت تكلم مره واحده بالكبير. وانت بعد الكسوس بعد الكسوس انت راح مو مشكله فقدح 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 على عيني وراسي. انت باليوم قاعد تمشي بس ترى احنا معلوكم مواطن لان انا ومعلو على الطاوله كنا اشوف كل داخل مره مع بعض. طيب يا عيال لا تقوم جنب بعض الحين عشان ما يدبل. انا نيوك يا عيال مهمه واحده اجيب نيوك مهمه واحده بس خلص الاسلاك ونيوك يلا من ما يتحول. والله النيوك بيجي على ظهري انا يا عيال. في خطه يا عيال براسي لو تضبط بجيب الجيم. لو قدرت اعطيهم روتيشن حقه التثبيت ابجيب الجيم على طول. ابغى اثبتهم بالروتيشن اللي تخلي الواحد ما يقدر يتحرك. هذا املي الوحيد. بس ابغى اشوف انا ماكنهم عن طريق المدبي. لو اسويها واجيب الجيم المهام باق كثير. المهام باق كثير بس شايل هم النيوك يا عيال. انا بس شايل هم النيوك. شوفوا بقدح ومعلو ماسكين سراويل بعض. ماسكين سراويل بعض وش اللعب كلهم يسار. فرصتي الان كلهم يسار. شغل كهرب. اوكي ثبت يا رب. لا يا ساتر الدبل مو حلو. ليش تقلب علي يا احمد رايد؟ ما تحول قدامي رايد. تكفى تجرطني اقسم بالله انك سوح. حركت اقسم بالله عركت من عشرة مره. طيب يا جماعه الخير هنا وصلنا لنهايه المقطع. اذا عجبكم الطور تنسونا بلايك واشتراك قنوات شاب تحت. لا تنسون تشيكوا على رابط اللعبه اللي تحت. وعد الطور الجاي بيكون اسطوري. صلوا على محمد وسكتي في الختام. السلام عليكم.